رحمة كله وحزن وعزم ووقار وعصمة وحياء لا تحل البأساء منه عرى الصابر ولا تستخفه السراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، صلوات الله وسلاماته عليه وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. كنا قد توقفنا عند الكلام على ولادته صلى الله عليه وسلم وفرح جده به سيدنا عبد المطلب، وكيف سماه بهذا الاسم محمدا بإلهام من الله تنفيذا لأمره ومراده سبحانه وتعالى. وقد كانت عادة العرب في عهده صلى الله عليه وسلم أن يلتمسوا المراضع لمواليدهم في البوادي، يذهبون بأولادهم إلى البادية ليرضعوهم هناك، ليكون ذلك أنجب للولد. ولذلك كانوا يقولون فيما شاع عندهم: إن المربى في المدن يكون كليل الذهن فاطر العزيمة، بخلاف المربى في البوادي فيكون مقداما شجاعا عالي الهمة. فجاءت نسوة من بني سعد بن بكر كعادة نسوة البادية، يجيئون إلى مكة ليلتمسوا الرضعاء، يطلبن أطفالا يرضعنهم. والقصة في هذا طويلة، كيف أن الله سبحانه وتعالى سخر لسيدتنا حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية رضي الله عنها، كيف سخر لها الأسباب وهيأ لها ذلك، فكان الرضيع المحمود سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصيبها، حيث أبته الرضعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفقره، إذ أبته ليتمه مرضعات قلن ما في اليتيم عنا غناء، كما يقول الإمام البصيري في همزيته. فكان ذلك سببا ليكون من نصيب سيدتنا حليمة، فأتته من آل سعد فتاة قد أبتها لفقرها الرضعاء، أرضعته لبانها وبنيها فسقتها ألبانهن الشاء، أصبحت شولا عجافا وأمست ما بها شائل ولا عشفاء. فكان هذا الرضيع المحمود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سببا في كل خير وبركة درت على بيت سيدتنا حليمة، بل على كل من أحاط بها. وهذه سيدتنا حليمة السعدية بنت أبي ذؤيب، اسم زوجها ابن أبي كبشة أو أبو كبشة، هكذا كان يكنى. وقد كانت قريش تنسب له مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يريدون الاستهزاء به، فيقولون: هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء. فأخذته سيدتنا حليمة ورفع الله ذكرها به صلى الله عليه وسلم، فنحن إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض عليها ومن عليها نذكرها بالسيادة ونترضى عليها لأنها مرضعته عليه الصلاة والسلام. وصدق الإمام البصيري إذ يقول: وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. ولما أخذته درت البركات على أهل بيتها الذين أرضعوه مدة وجوده بينهم صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه المدة تزيد عن 4 سنوات.
وحصل له صلى الله عليه وسلم وهو في قبائل بني سعد عند مرضعته حليمة السعدية، حصلت له حادثة مهمة عظيمة، وهي حادثة شق صدره الشريف وإخراج حظ الشيطان منه. فأحدث ذلك لما وقعت له هذه الحادثة، أحدث ذلك عند حليمة السعدية خوفا عليه، فردته إلى أمه وحدثت أمه بما وقع له عندها وهو عندها، حدثته قائلة: بينما هو وإخوته في بهم لنا خلف بيوتنا، إذ أتى أخوه يعدو يقول: يا أمه، ذاك أخي القرشي قد جاءه رجلان عليهما ثياب بيض، فأضجعاه فشق بطنه، فخرجت، قالت، فخرجت أنا وأبوه فوجدناه، أي صلى الله عليه وسلم، فوجدناه منتقعا لونه، فالتزمته والتزمه أبوه، فقلت له: ما لك يا بني؟ فقص عليها صلى الله عليه وسلم الخبر وهو طفل صغير، فقال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض، فأضجعاني فشق بطني، فالتمس فيه شيئا فأخذاه وطرحاه، ولا أدري ما هو يا أمه. يعني هذه خلاصة الحادثة، يعني باختصار شديد. فلما خافت عليه أمه من الرضاع، سيدتنا حليمة السعدية رضي الله عنها ردته إلى أمه، ردته إلى أمه سيدتنا آمنة بنت وهب. فأخذته أمه سيدتنا آمنة وتوجهت به إلى المدينة المنورة التي كانت قبل هجرته صلى الله عليه وسلم تسمى يثرب، تسمى يثرب، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فأخذته إلى المدينة لزيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار، وبينما هي راجعة قافلة من المدينة أدركتها منيتها في مكان يسمى الأبواء، فماتت هناك ودفنت به، دفنت فيه. وبعد موتها، موت أمه سيدتنا آمنة رضي الله عنها، حضرته أم أيمن أمة أبيه عبد الله، وكفله جده عبد المطلب، ورق له رقة لم تعهد له في ولده من قبل، يعني أكرمه إكراما عظيما لما كان يظهر عليه صلى الله عليه وسلم من الإرهاصات وخوارق العادات، مما يدل على أن لهذا شأنا عظيما. وقد كان يقولها سيدنا عبد المطلب: إن لابن هذا لشأنا عظيما، وذلك لما كان يرى عليه مما يدل على ذلك، فكان يكرمه إكراما عظيما. ولكن لم يلبث سيدنا عبد المطلب أن توفي بعد 8 سنوات من عمره الشريف صلى الله عليه وسلم. لما توفي سيدنا عبد المطلب كان عمر مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، فكفله بعد ذلك عمه أبو طالب، فكان به رحيما وكان عليه غيورا ودافع عنه ونافح عنه وحماه من أذى قريش، إلى غير ذلك من المواقف التي وقفها أبو طالب مع ابن أخيه ضد قريش، مواقف عظيمة، مواقف جليلة، سيأتي لنا بعضها في ثنايا هذه الدروس. وكان أبو طالب، هذا عم مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مقلا، يعني قليلا من الناحية المالية المادية، ولكن بارك الله له في ماله ورزقه بكفالته للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام في كفالة عمه أبي طالب، ظهر عليه مما يدل على عظمته وعلى شأنه العظيم مستقبلا، حيث كان صلى الله عليه وسلم منزها عن الرذائل ومنزها عن سفاسف الأمور، مما كانت الجاهلية يعني تقوم به وتقترفه، فعصمه الله سبحانه وتعالى من كل ما كان يقوم به الشباب
آنذاك من مما يسقط المروءة ومن سفاسف الأمور، وكان صلى الله عليه وسلم مثالا للقناعة ومثالا للطهارة والصدق والعفاف وغير ذلك من شمائله عليه الصلاة والسلام التي يضيق المقام عن ذكرها في مثل هذه الدروس المختصرة. ولما بلغت سنه عليه الصلاة والسلام 12 سنة، أراد عمه أبو طالب أن يسافر بتجارة إلى الشام كما كانت عادتهم في ذلك الوقت، فاستعظم مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فراق عمه، فرق له عمه، رق لابن أخيه فأخذه معه. وهذه الرحلة هي رحلته صلى الله عليه وسلم الأولى إلى الشام، وهناك رحلته الثانية لما كان شابا في عمر 25، لما ارتحل إلى الشام في تجارة لأمنا خديجة رضي الله عنها مع غلامها ميسرة، وستأتي لنا في درس لاحق إن شاء الله الرحلة الثانية. إذن هذه الرحلة الأولى إلى الشام لما ذهب مع عمه أبي طالب، ولم يلبث في هذه الرحلة إلا قليلا حيث رد من الطريق، لأنه لما وصلت القافلة إلى مكان يقال له بصرى بالشام، ورآهم الراهب بحيرة، كان راهبا في صوبعته يتعبد أو يعبد الله عز وجل على دين أهل الكتاب، على دين النصارى، فاستضافهم، استضاف بحيرة القافلة، كل القافلة، وتركوا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغر سنه عند الرواحل، عند رواحلهم وعند متاعهم. فاستظل مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام بظل شجرة، ورأى هذا بحيرة، وكان من العلماء بالإنجيل والتوراة، رأى من بعيد ذلك الغلام مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى غمامة تظلله أو تظله، ورأى أغصان تلك الشجرة التي استظل بظلها مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحني وتتدلى على مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني رأى أمرا عجبا، فانتبه للأمر وتفطن إليه وقال: هل فيكم أحد، يعني قال للقافلة: هل فيكم أحد متخلف عنكم؟ فقالوا: لقد تركنا غلاما ابني 12 سنة عند رواحلنا. فقال: هلموا به، أي نادوه. فناداه القوم ودخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير، وجعل ذلك الراهب يتفرس في مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمعن النظر فيه، مما أدى إلى فزع القوم، فزعوا واستغربوا كيف أن هذا الراهب يعني ينظر إلى هذا الفتى الصغير يعني نظرة إعجاب وإعظام، ويتفرس فيه كل هذا التفرس. فسأله الراهب بحيرة، سأله أسئلة، اسأل مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طفل صغير، هو يسأل ومولانا رسول الله يجيب، هو يسأل ومولانا رسول الله يجيب، يعني يضيق المقام عن سرد الحوار الذي وقع بينهما، حتى رأى بين كتفيه الشريفتين خاتم النبوة. فتيقن الراهب بحيرة أن هذا هو آخر نبي، هو نبي آخر الزمان. فسأل الراهب بحيرة أبا طالب وكان سيد القافلة، سأله: من هذا؟ فقال له: إن هذا ابني. وكان من عادة العرب أن تطلق ابن الأخ
تطلق عليه لفظ الابن، كان بمثابة الابن، فقال له هذا ابني، فقال له إنه ليس ابنك، وما ينبغي لهذا أن يكون أبوه حيا أبدا. فقال له إنه ابن أخي، وقد مات أبوه وهو حمل في بطن أمه. فتيقظ الراهب أنه رسول آخر هذا الزمان، فنصح عمه أبا طالب وقال رده إلى مكة، فإنه لو علم به اليهود لقتلوه، فإن ابن أخيك هذا هو نبي آخر هذا الزمان. وكانت اليهود والنصارى يعرفون علامات النبي المنتظر، وكانوا يقولون للعرب لئن أرسل لنؤمنن به ولنقاتلنكم معه قتل عاد وإرم. هذه العبارة كثيرا ما كانت تتردد على لسان أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وقد ذكرها القرآن الكريم. ولما جاءهم رسول مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن هذه خلاصة لرحلته صلى الله عليه وسلم الأولى للشام مع عمه أبي طالب، وكيف تفطن له الراهب بحيرة، وكيف علم أنه آخر نبي هذا الزمان. ونتوقف عند هذا الحد إلى درس قابل إن شاء الله سبحانه وتعالى، نذكر فيه مرحلة شباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف مرت عليه هذه المرحلة عليه الصلاة والسلام. والله ورسوله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.